تفضلت سمو الشيخة مريم بن سلمان الخليفة فشملت برايتها الكريمة حفل تدشين مبادرة المحافظة الجنوبية بعنوان الجنوبية عز وتاريخ. كان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ مريم بن سلمان آل خليفة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المدعوين وجمع غفير من وجهاء وأعيان المحافظة الجنوبية. وقد ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية كلمة أعرب خلالها عن أسماء آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ مريم بن سلمان آل خليفة على رعاية سموها للحفل وما تقدمه سموها من إسهامات جليلة ودعم مستمر وأعمال خيرية وإنسانية لأهالي المحافظة، مشيرا سموه بأن هذه المبادرة ما هي إلا ترجمة لمطالب أهالي المحافظة بضرورة الحفاظ على المكتسبات البحرية الأصيلة. وأعلن سمو محافظ المحافظة الجنوبية خلال الكلمة عن تخصيص اليوم 3 مايو يوم تراث المحافظة الجنوبية تقديرا واحتراما لمكانة هذه المحافظة المرموقة عبر إقامة الفعاليات والأنشطة المعنية بهذا الجانب، موجها سموه الدعوة إلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وهيئة البحرين للثقافة والآثار للمشاركة في هذه المبادرة الاستثنائية. ثم تفضلت سمو الشيخ مريم بن سلمان آل خليفة رعية الحفل بالضغط على زر تدشين مبادرة الجنوبية عز وتاريخ إذانا بانطلاق المبادرة التي تبنتها المحافظة الجنوبية. عقب ذلك تم عرض فيلم تاريخي تناول المعالم والشواهد التاريخية والقيم الكبيرة التي تمتاز بها المحافظة الجنوبية في مختلف المجالات والأصعدة والتي تمثل مصدر فخر واعتزاز لكافة أهالي المحافظة. تلا ذلك فقرة تراثية قدمتها طالبات من مدارس المحافظة الجنوبية لفن الإبراداء. بعد ذلك قدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية هدية شكر وامتنان وتقدير إلى سمو الشيخ مريم بن سلمان آل خليفة رعاية سموها بتشريف الحفل. وفي نهاية الحفل تفضلت سمو الشيخ مريم بن سلمان آل خليفة بكتابة عبارة الانطلاقة لرسالة العز التي أعدتها المحافظة الجنوبية تخليدا لهذه المبادرة كجانب يوطد معاني الولاء والانتماء من قبل أهالي المحافظة الجنوبية. شرفنا اليوم لله الحمد باستقبال سمو الشيخ مريم بن سلمان آل خليفة حرم معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حفظهم الله، والحمد لله اليوم قامت سموها بتدشين مبادرة الجنوبية والعز وتاريخ، وهذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ على التاريخ والتراث الخاص بأهالي المحافظة الجنوبية، ومن خلالها المبادرة ننفذ توجيهات القيادة الحكيمة قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وجاء الحفاظ على التاريخ من أهم المطالب اللي استمعناها من الأهالي، ولذلك تبنت المحافظة هذه المبادرة من أجل الحفاظ على الموروث الشعبي والحفاظ على التاريخ العريق اللي تتشرف بالمحافظة. احنا عندنا الكثير من الأماكن التاريخية اللي يجب أن تطور، وأيضا من خلال التدوين والتوثيق حق يبقى للأجيال القادمة
التاريخ العريق للمحافظة. فإحنا اليوم ما نقول أن الله يوفقنا لخدمة بلدنا وقيادتنا وشعب البحرين الكريم، والله إن شاء الله يقدرنا أن نقوم بالواجب تجاههم ونحافظ على تاريخ البلد اللي نعتز ونتشرف به. ألف شكر لسمو الشيخ خليفة على جهده الرائع، ومجدد الشكر وخالص تقدير لسمو الشيخة مريم على إيمانها بكل فعل ثقافي يعزز قيمة هذا الوطن الغالي، لها مبادرات غالية في الحفاظ على معالم أوطاننا. نجدد لها من الثقافة شكرنا على دعمها لتجديد المسجد الملاصق لقلعة الرفاع، والآن عملها الدؤوب لمواقع أخرى في مملكة البحرين وللرفاع التي تستحق كل الحب وكل التقدير، وألف شكر لهذه الجهود الجميلة. هذا اليوم الرائع بتدشين مبادرة الجنوبية برعاية كريمة من سمو الشيخة مريم بنت سلمان بنت حمد آل خليفة حفظه الله ورعاها، وبحضور سمو المحافظ محافظة الجنوبية، هذه الفعالية التي أعطتنا فخرا وعزا للجامعة كونها في هذه المحافظة الغالية علينا جميعا.